خلينا ناخد موجز الأخبار وبعدين عندنا النهاردة موضوعات في غاية الأهمية. النادي الأهلي في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا مع سان داونز كالعادة والهلال والمريخ، أما الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو وسجرادا الأنجوليين. نادي بيراميدز في المجموعة الأولى بالكونفدرالية مع الصفاقسي التونسي زاناكو الزامبي وآلي طرابلس الليبي، أما المصري ففي المجموعة الثالثة مع مازيمبي الكونغولي والقطن الكاميروني وأوتوهو الكونغولي. أزمة كبيرة تواجه فريقي المريخ والهلال بسبب الملعب، لجنة تقييم الكاف هتزور يوم 10 يناير لحسم الموقف النهائي من إقامة المباراة عليهم ولا لا، لأنهم لعبوا مباراة التأهل كانوا الاثنين بيلعبوا في القاهرة. المريخ أعلن أنه البديل الأول ليه هتكون أثيوبيا. ثلاث مرشحين على رئاسة الزمالك وأربعة على منصب نائب الرئيس بعد غلق باب الترشح للانتخابات في القلعة البيضاء. والكابتن حسين لبيب يؤكد تحقيق لجنته التي أدارت الزمالك الكثير من الإنجازات ومؤتمرا صحفيا لكشف الحساب، مش محتاج مؤتمر صحفي يا كابتن حسين، النتائج كانت بتدل بتقول ان اللي حصل في الزمالك في الفترة دي اعتقد كانت انجازات كبيرة الكل يشهد لها. بعد الغاء الدورة الودية في الامارات باتريس كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة حتى 5 يناير اعتذار اندرلخت، لكنه واضح انه في الامور امور. بعد انتظامهم في معسكر منتخب بلادهم علي معلول، حمزة المثلوسي، سيف الدين الجزيري شاركوا في تدريبات منتخب تونس استعدادا لكأس أمم أفريقيا، ومنتخب المغرب ينطلق معسكره استعدادا للمشاركة بالبطولة. بنبارك من جديد لبدر بنون. خبر توقفت أمامه كثيرا، الشقيقة السعودية بتستضيف 4 منتخبات أفريقية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية على رأسها كوت ديفوار وثلاث منتخبات في كل من الإمارات وقطر. سؤال، لو كنا طلبنا أن احنا نعمل معسكر في أي دولة من الدول دي بالتأكيد كنا هنبقى محل ترحيب. واضح أن تجديد العقد كان ليه أثر السحر ومفعول السحر على مصطفى محمد، بيسجل هدف في مواجهة جالاتا سراي في دور الـ 32 بكأس تركيا، ولكن للأسف خرجوا بضربات الترجيح. رسميا برشلونة الأسباني بيعلن ضم فيران توريس لاعب مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات، الشرط الجزائي 1 مليار يورو، إصابة جوردي ألبا بفيروس كورونا، ألف سلامة. استقالة ولكن بالتراضي بين بنفيكا البرتغالي وجورجي أو خورخي خيسوس مدرب الفريق، نتائج سيئة والخلافات مع اللاعبين أطاحت بالمدرب الكبير. دومينيك تيم بيغيب عن بطولة استراليا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، خسارة للبطولة.